إذا كان نريد أن نكلم التاريخ. فنحن نكن كل الخير وكل المحبة وكل التقدير وكل العطف للشعب المغربي الشقيق ولشعوب المغرب العربي، لكن هناك حالات، هناك حالات وهناك ظروف تاريخية تكون فيها إرادة الشعوب بصفة مؤقتة مشلولة، تكون فيها إرادة الشعوب بصفة مؤقتة مشلولة لا تستطيع أن تقوم بأي شيء. فإذا أيها الإخوة، حضرنا في كل المؤتمرات التي عقدت في المغرب وفي موريتانيا وكنا كلنا متفقين على تطبيق مبدأ تقرير المصير. لأن سمعت في هذه المدة الأخيرة كل الناس تتكلم باسمي. ممثل ملك المغرب في نواكشوط يقول أن لي قتل كذا وكذا وكذا وكذا، وملك المغرب في كل مناسبة يقول أنني قتل كذا وكذا وكذا ووعدت بكذا. والحقيقة ما بالنسبة للقضايا العادلة، القضايا اللي مبنية على مبادئ مقدسة، من بيع ولا نشري فيها، لأنني مناضل أتحرك وأعمل كمناضل وليس كسياسي متعفن. وإذا لو كنا نعمل سياسة ما كنا ندخل في حرب في 63. في 63 ملك المغرب أطلب من القيادة الجزائرية أن تعطيه قاعدة في تندوف لمهاجمة موريتانيا. نعم، هذا التاريخ، هذا التاريخ، مقابل أنه يعترف بحدود بلادنا. وكنت واحد من الناس اللي رفضوا في ذلك الوقت، كنت مسؤول جيش، قلت أبدا لن أسمح أن ترتكب هذه الخيانة باسم الثورة الجزائرية. الكلام قلته المختار ممثل ملك المغرب الآن، قلت له في بشار، لأنه هو أتكلم كثير على بشار، قلت له يا مختار هذا التاريخ، لأن سياسة العرش ترمي إلى ابتلاع المنطقة كلها. احنا رفضنا مثل ما رفضنا بالأمس أن تكون تندوف قاعدة لكي تحتل تضرب منها موريتانيا المستقلة. فنحن اليوم كذلك سنقبل وسنفتح ذراعينا للنساء الصحراويات، للأطفال الصحراويين، للعجزة الصحراويين، هؤلاء الذين يذبحون ويقتلون وتسفك دماؤهم باسم الدين وباسم الوطن. نعم، شعب كامل هرب من الصحراء، هرب من جحيم الموت، هرب من النار، هرب من التشريد، هرب من التقتيل، هرب من القنبلة بقذائف النابالم اللي سلمها الجيش الفرنسي للجيش المغربي، واللي استعملت في أم ضيقة، اللي استعملت في أم ضيقة ضد النساء وضد الأطفال وضد الشيوخ. فرنسا تقول اليوم أنني محايدة، أنني محايدة. قلت والإخوة، احنا انتهجنا خط واضح بالنسبة.